بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم مهندس أحمد في دورة تصميم جسر خرساني، طبعا ضمن سلسلة هندسة الجسور. نشرح اليوم أعزائي كما هو واضح ومبين بالرسم، واضح في العرض التقديمي أمامكم، من عنوان الدورة واضح ما سنقوم إن شاء الله بتقديمه وما سنقوم بشرحه بمشيئة الله. Design example for pre-stressed concrete BSC girder superstructure bridge with commentary. طبعا أحبابنا، بعيدا عن المقدمات التاريخية وبعيدا عن أي مواضيع أخرى، حقيقة سنبدأ وندخل بالتصميم بشكل مباشر، تصميم الجسور بشكل مباشر، يعني دون مقدمات كثير، دون شرح نظري يعني كثير، لكن بعض الأمور التي لابد أن نشرحها، بعض الأمور النظرية التي لابد أن نشرحها. طبعا أحبابنا، تعريف الدورة هي تصميم جسر خرساني مكون من جزام مسبق الجهاد والصبع دروني، يعني أخوان تعودنا على اللغة الإنجليزية نقول جيردر أو بيم، هنا نحاول طبعا استخدام لغتنا العربية. أنا شخصيا نحب اللغة العربية وأفتخر بها وأستخدمها دائما، ويعني على قدر المستطاع أستطيع أن أنا أقول أني أدعي أني بقدر المستطاع أستخدمها، لكن يعني بما أننا تعودنا وأحيانا نعمل في بيئة غير عربية تماما ولا ما هنالك، نستعمل بعض المصطلحات الإنجليزية، وطبعا للأسف يعني مراجعنا العربية شحيحة جدا في هذا الموضوع، وأغلب المراجع هي مراجع باللغة الإنجليزية حقيقة. طبعا أخواننا وأحباب المهندسين، محاور الدورة، الجزء الأول يشمل هذا الجزء تصميم البنية الفوقية للجسر وما يعرف سوبر ستركتشر ديزاين، والجزء الثاني تصميم البنية السفلية للجسر ما يعرف بالسب ستركتشر ديزاين. سنستخدم ومرجعنا الأساسي أحبابنا ويكفي لاحقا بعد هذه الدورة ستجدوا أنه يكفي، وهو الـ H2L RFD Bridge Design Specification SI وحدات. شوف يا أحبابنا، وهنا المقصود به أنه هنا الوحدات المترية فورت الإصدار الرابع لعام 2007. هنا طبعا الـ RFD Bridge Design H2L RFD Specification Loading and General Information. هنا بدأنا طبعا بالنقاش. طبعا الأخوان، لماذا نأخذ 2007؟ يعني بعض الأخوة سيتساءل لماذا 2007؟ 2007 لأنه آخر إصدار، يعني كما قال الأشتو هم يقولون لأنفسهم آخر إصدار الوحدات المترية للأسف. يعني هذا 2007 آخر إصدار بالوحدات المترية. الإصدارات اللاحقة ستكون بالوحدات ما تسمى الكيبس فيت أو الوحدات الأمريكية بغض النظر. لكن لماذا نشرح طبعا ببداية الوحدات المترية؟ لأنه ما تدين عليها جميعا بأغلب منطقتنا والدول العربية. لكن يوجد طبعا إصدارات من الأشتو لاحقة كالاشتو 2012 طبعا، وهو باليو اس كاستمر يو اس يونت، الوحدات الامريكيه ما تعرف بالكيبس فيت. احببنا قبل الدخول الى فلسفه الاشتو نلقي نظره سريعه على الاشتو وتقسيمه وتركيبات ومكونات الاشتو اللي هو الكود الامريكي. طبعا احببنا الاشتو الامريكان اسوسيشن اوف ستاندرد هاي واي اند ترانسبورتيشن اوفيشالز، ما معناه لست طبعا متأكد من كده، American Association of State Highway and Transportation Officials، بعيدة عن مسمات. فأبنى طبعا الأشتو يقسم إلى 14 قسم، قسم Fourth Edition contains the following 14 sections and index وملحق، 14 قسم وملحق. السكشن الأول هو المقدمة طبعا، والثاني التصميم العام ومميزات الموقع، تصميم الشيء الثالث اللي هو مهم جدا اللي هو الأحمال وعاملات الأحمال، الرابع التحليل والتقييم الإنشائي، الخامس له علاقة بالمنشآت الخرسانية، الجسور الخرسانية ومنشآت الطرق الخرسانية، السادس الستيل، السابع علو الحديد، السابع الألمنيوم، الثامن الخشب، التاسع طبعا اللي هو تصميم بلاط الجسر ونظامها. طبعا بقول مثلا ديك سيستم نقصد به طبعا ما كل شيء مرتبط بالبلاط الجسر، مثل كما نقول الحماية الجانبية ورصيف المشاة إن كان هناك رصيف مشاة وإلى ما هنالك. القسم العاشر الفونديشن الأساسات، قسم الحادي عشر الأباتمنت الركائز الطرفية، البير الركيزة الوسطية،
والجدران، الجدران الاستنادية، الجدران الاستنادية أحبابنا جزء أساسي من هندسة الطرق، نصادفه دائما دائما نصادفه، سواء في الجسور سواء في هندسة الطرق، حتى ولم يكن هناك جسور دائما نصادفه. وعادة بشكل عام أو باختصار شديد نضع جدار استنادي في مكان لا يوجد مسافة كافية للإسلوب لتحقيق الميول الجانبية، تحقيق الميول التي تؤدي إلى استقرار التربة دون انهيار. بالتالي نؤدي فهنا نحن بحاجة إلى وضع جدار استنادي. الجزء الثاني هو المنشآت المدفونة، المنشآت المسمى المنشآت المطمورة والتنل لاينرز، اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد تنل لاينرز، الذي هو يسمى تبطين النفق أو بطانة النفق من الداخل، أو الذي هو النظام الذي يحمل النفق أو الحامل النفق. والجزء الثالث عشر اللي هو الريلينج، اللي هي الحمايات الجانبية. الجزء الرابع عشر اللي الفواصل والمساند. طبعا المساند احبابنا يعني على اغلب المساند في منها حديديه، في منها مطاطيه، يعود ما يعرف بالاستوميريك او الستيل، الشائع الان هو الاستوميريك. لحظه احبابنا، وقد ذكرنا نقطه اساسيه على الاشتو، الاشتو يعني هو يذكرها صراحه هنا، لحظه ويذكرها هنا صراحه حقيقه، انه لن يكون هناك، وانا في هذه الفقره، اصدار بعد هذا الإصدار الذي هو 2007 بالوحدات الـ SI unit. طبعا لا أعلم، أنا شخصيا لا أعلم لماذا يعني، لكن هو ليس سيئا. وهذه نقطة. النقطة الأخرى أنه يعني ليس صعبا علينا كمهندسين أن نعتاد على الوحدات الأمريكية، ونستطيع تصميم الوحدات الأمريكية، وهذا ليس صعب إطلاقا. فقط هو موضوع شعور، يعني هو موضوع يعرف بالسنس، وموضوع الإحساس بالأرقام، إحساس بالمنطق، وإلا ما هنالك تستطيع طبعا، وليس صعبا على أي من أحد من إخوتنا المهندسين إتقان هذا الشيء. باستكمال استعراضنا أحباب، نستطيع أن نقول أنه هنا طبعا يذكر الكود، الفقرة التي هي الفقرات التي تغيرت أو التي استبدلت في الكود عن الطبعات التي تسبق هذه الطبعة. طبعا لسنا في صددها الآن، نحن اعتبار أننا بدأنا في هذه الطبعة، يعني كان أول دراستنا للكود هي هذه الطبعة. حسب قلت القسم الأقسام سكشن 4 سكشن 3 إلى ما هنالك يستمر الكود. ثم نبدأ قمنا بالمحتويات، طبعا هو يضع القسم الأول ومحتويات، القسم الثاني ومحتويات، وقبل الولوج إلى كل قسم بشكل تفصيلي. هنا القسم الخامس، وإلى ما هنالك يستمر السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، والرابع عشر طبعا، ثم الملحق. هما الملحق. والآن نبدأ الآن بالدخول إلى القسم الأول. القسم الأول هو المقدمة، هو اللي تعطيك السكوب الذي هو يسمى نطاق المواصفات. هذه المواصفات أين تطبق، كيف تطبق، وإلى ما هنالك. وهنا طبعا أحبابنا ملاحظة مهمة جدا على أنواع الجسور، ندخلها إن شاء الله نتكلم عنها. أنه هنا يذكر صراحة أنه الجسور منحنية، خرسانية منحنية، ليست مغطاة تماما 100% في هذه المواصفات. تمام. طبعا هو يعطي يعني طبعا ليس جميعها، لا يوجد طبعا تأثير للانحناء، وتأثير لأنه يكون هناك ريزلت كيرف، منحنيات أفقية ويقع الجسر عليها، لكن هو يعني وضعها كملاحظة لربما المقصود فيها هو الجسور المتقدمة أو الأمور الأدفانسد. طبعا أحبابنا هذا هو السكوب. طبعا لابد يعني ليس لابد يعني بما أنه يعني أنه فرض، لا، لكن دائما القراءة السريعة ما يسمى بالإسكان لهذا المرجع سيريحك كثيرا. هذا مرجع ضخم أحبابنا. طبعا نحن الآن أحبابنا لا ندرس منه إلا قسم الأول والثاني سكشن 1، والثاني والثالث والرابع والخامس. السادس اللي هو الستيل أو الحديد، هو المصممين الحديد والجسور الحديدية إجمالا غير شائعة في بلادنا. الجسور الحديدية ليست شائعة في بلادنا. السابع الألمنيوم، معنا إطلاقا لم أسمع بها ولا نمر عليه بحياتي عن نفسي يعني. التامن الخشبي نفس العملية حقيقة، لأنه لا يوجد لدينا أرياف، بمعنى الأرياف كالأرياف الإنجليزية والأرياف كي نضطر استخدامها، وهي أيضا بحاجة لصيانة وتغيير وإلا ما هنالك. وربما ثقافتنا أيضا تختلف، وموضوع له علاقة بالثقافة. لكن طبعا الفصول اللي تليها، التاسع الذي هو طبعا له علاقة ببلاط الجسر، البلاط الفوقية الجسر يسمى بالدكسلاب، والعاشر اللي هو الأساسات، والحادي عشر
الذي هو لستو يعني لستو حطيت لستو متذكر تماما، لكن هنا لابد بابنا من تعريف الجسر definitions. تعريف الجسر حسب الاشتو، ونقول لك ان الجسر هو اي منشأ له فتحة opening فتحة سبان بحر مجاز سميه ما شئت لا يقل عن 6100 مليمتر مكونا جزء من الطريق السريع الهايوي او يقع فوق او اسفل الطريق السريع. واضح يا اخواني؟ يعني هو منشأ سبانه فتحته بحره مجازه لا يقل عن 6100 مليمتر بوضوح تام، ويشكل جزء اساسي من الطريق ويشكل جزء من الطريق part of a highway. هذا هو تعريف الجسر. بعض التعريفات الاخرى اعزائي تستمر ولا بد، ليس لا بد لانه يفضل الانسان يقراها ويتمع عنها قليلا بعيدا عن التفاصيل يعني الممله النظريه الممله. الان يا شباب ندخل ديزاين فلسفي. احبابنا فقط قبل ان ندخل في ديزاين فلسفي لجانب هذا الكتاب، هو طبعا زي ما ذكرنا يكفي تماما تصميم اي جسر خرساني او كوبري خرساني، لكن بالاضافه له والاعتبار ان دائما المواصفات الامريكيه ليس فقط الاشتو وحتى الاي سي اي كود الامريكي يعتمدون نظام السرد والتعليق، اي انه هنا نلاحظ مبنى هو دائما يعني هكذا هو النظام الامريكي. هنا في هذه الجهه تجدون في الجهه اليسار ان الورقه لديهم دائما مقسومه نصفين، هنا السرد وهنا التعليق الذي فيه توضيح وشرح اكثر. هذا هو النظام الامريكي، هم هكذا. لذلك الصور تأثيرها يوجد لديهم صور وشرح بالصور والجداول ولا ما هناك، لكن ليس كالكودات الأخرى، ليس كالكودات الأوروبية. الكودات الأوروبية حيوي أكثر الكود تجدوه، هذا يميز طبعا من الكودات الأمريكية الأوروبية على الكود الأمريكي. فلسفة التصميم مبنى طبعا عفوا ندخل فقط نظرة سريعة على الكتب التي سنستخدمها. طبعا عمدة الكتب تصميم الجسور وهندسة الجسور هو هذا الكتاب، هو اسمه بريدج انجينيرينج هاند بوك Edited by Y Fashion Alian Duan. هذا طبعا الكتاب مجمع كاملا شباب هندسة الجسور. لاحقا يوجد إصدارات من هذا الكتاب على شكل أقسام، أنه القسم الأول فقط هو كتاب فيه الأساسيات، ثم القسم الثاني الذي فيه السبرستركشر، ثم القسم الثالث السبرستركشر، ثم القسم الخامس اللي هو السيزميك، عفوا القسم الرابع اللي هو السيزميك الرابع والخامس سيزميك ديزاين، الرابع والخامس يحتوي يعني التصميم الزلزالي، والإنشاء طبعا والصيانة وإلى ما هنالك. والقسم السابع يحتوي بعيدا بغض النظر يا إخوان، بغض النظر عن هذا الكتاب كاملا، يوجد طبعا منه نسخ على شكل أجزاء لاحقة لهذه النسخة. هذه النسخة نوعا ما ليست حديثة، لكنها تفي بالغرض إن شاء الله وتساعدنا نحن على بعض أخذ بعض الفقرات وبعض الرسوم التوضيحية، هذه الغاية منها. وأيضا كتاب آخر يا أحبابنا، هذا هو عنوانه Highway Bridge Superstructure Engineering، أي أنه البنية الفوقية للجسور فقط، وليس مختص ولا يتكلم أبدا على البنية التحتية. RFD Approaches to Design and Analysis، RFD اللي طريقة التصميم متبع حاليا أنا نتحدث عنها، وفلسفة التصميم ليس طريقة التصميم. طبعا مؤلفه ناريندرا تالي. ايضا كتاب غني وجميل. لا طبعا هذا الكتاب بالنسبه عفوا شباب، الكتاب الذي قبله البريدج انجينيرنج مؤلف الواي فاشين ليان دوان، اخترت انا هذا لانه هو الوحيد لوحدات الاس اي الطبعات اللاحقه بالوحدات الامريكيه كاستمر يو اس، هذا بالوحدات الكاستمر يو اس. هذا الكتاب طبعا طريقه سرده وطريقه توضيحه تختلف نوعا ما على اشتو، لكن مضمون واحد. وايضا هنا مثال تصميمي للمثال الذي سنصممه إن شاء الله، ومنه ننطلق ثم ندخل إلى أنواع البرج الأخرى. هذا هو، نحن نريد طبعا شباب في مثالنا هذا أن نصمم بريستريس كونكريت بريدج ديزاين إكزامبل. طبعا البريستريس كونكريت جيردر اللي هو الجيردر سيستم وليس بوكس جيردر، الجيردر بوكس جيردر لاحقا إن شاء الله. أنت سألنا الوقت ليس ممكن في هذه الدورة، ممكن الدورات لاحقة نصمم البوكس جيردر الذي يأتي هكذا، هو شكل البوكس جيردر فقط من باب تذكير الإخوة، إذا كان فتحة واحدة أو فتحتين نوعا ما هذا هو شكله. وأنا لست يعني آسف على
لربما عدم دقة الرسم. سامحونا يعني يا أخبابنا يا زملائنا، أكد هذا هو البوكس جاردر، هذا يكون فتحة واحدة يسمى سينجل سيل، يوجد فيه منه دبل سيل وثري سيل وفور سيلز، الفتحتين وثلاث فتحات وأربع فتحات حسب عرض الطريق، عرض ما يعرف بالكارج واي، عرض الطريق. هو طبعا جميع هذه جميعها للاستعانة، وجميعها لماذا طبعا نستعمل هذا تحديدا هذا الكتاب اللي اسمه كومبرهنسيف ديزاين، او يسمى كومبرهنسيف بي اس سي جاردر بريدج، نستعمله لاخذ الآلية، لاخذ الخطوات التصميمية منه، لانه بكل الاحوال اشتو مرجع لا يعطي خطوات تصميمية، لانه لا يختص بنوع واحد، يختص بجميع الجسور وجميع انواع الكباري الخرسانية والحديدية والالمنيوم وما الى ذلك والى ما هنالك. هنا لاخذ الآلية، لفهم آلية التصميم والخطوات التصميمية فقط، يعني ليس أكثر. وبالمناسبة نعم لربما نستعمل نفس الأرقام، لكن هنا هذا المثال يستخدم البريستريس بريتنشن، نحن سنستخدم النوع الرائج اللي هو البوستنشن، لاحق الشد وليس سابق الشد. طبعا يوجد بعض الاختلافات ليست كثيرة جدا، فقط في فواقد في مسمى باللوسس، مسمى بريستريس لوسس، فواقد خرسان سبق الإجهاد تسمى، أو الضياعات سبق الإجهاد. وهنا من هنا ننطلق إن شاء الله. قبل طبعا دخول، لابد من التطرق والتعريج على بعض المصطلحات النظرية وبعض الأساسيات التي لابد أن نفهمها قليلا هنا في هذه فلسفة التصميم. أحببنا فلسفة التصميم تغيرت من شيء كان جميعنا نتذكره، كان يعرف بالـ ASD Allowable Stress Design أو طريقة الإجهادات المسموحة، ثم دخلنا بطريقة LFD Load Factor Design اللي هو تصميم عوامل الحمولة. كنا دائما نأتي بالحمولة ونضربها بعامل بصاعد الحمولة، مثلا نقول حمولة الميتة كنا نقول 1.4 1.4 بالكود الكود الأمريكي زمانه، وفي كود السوري تحديدا كنا نقول 1.5 1.5، كنا نقول حمولة الحية 1.6 1.6، في الكود السوري كنا نقول 1.8. ال RFD هي اللي هي احدث طريقه، يعني دخلت ما بين الحمولات ومقاومه المواد، ومقاومه المواد المستخدم مواد الانشاء، لذلك قيل سميت ال RFD اي لود اند ريزيستنس فاكتور ديزاين. هنا طبعا بعض الشرح انه هو يذكر هنا العقود، هذا طبعا الشرح مبنى من هذا الكتاب، فلنستذكر فقط قبل أن هذا الشرح النظري لهذا الموضوع تحديدا فلسفة التصميم من هذا الكتاب، كتاب نرنادا على ما أتصور. نعم كتاب نرنادا، أخذته من كتاب نرنادا أنا في ضمن، يعني طبعا أحبابنا لم أقرأه كاملا 1000 صفحة، وأيضا هنا لم أقرأه كاملا 1930 صفحة، لكن كمرجع وريفرنس فنظرة سريعة لا بأس. لم أقرأه قراءة متفحصة متمعنة، لكن أشتو نعم قرأته قراءة متفحصة متمعنة في جميع الفصول ما عدا الفصل السادس والسابع والثامن، حيث أنها لا يعني لم نستخدمها حقيقة في الحياة العملية. نتابع هنا أحبابنا. نعم إذا دخلنا أحبابنا هنا يشرح لنا أنه العقود كانت الألوة بالستريس ديزاين، أو ما يعرف بطريقة الإجهادات التشغيلية، أو ما يعرف طريقة الخط المستقيم، هي المستخدمة. وأنا أذكركم بها أحبابنا، كنا نقول أن الـ FY الـ FS الـ FS ما كانت تساوي، كانت تساوي 0.55 الـ FY. هل تذكرونها يا شباب؟ إن شاء الله الأغلب تذكرونها جميعكم. كنا نقول FC كانت تساوي لي 45% من الـ FC برايم، FC برايم والـ FC بار الـ Compressive Strength for Concrete، الـ FY Yield Strength، الـ Yield Strength أو الـ Yield Stress، سميه ما شئت، لك الحرية في أن تسميه ما شئت. ثم أحببنا هذا طبعا دخلنا وثم استبدلت، هو يقول ان استبدلت في عام في الستينيات بطريقه سترينث ديزاين ميثود، لطريقه القوه يعني تصميم اللي هي المتانه، حيث انه شباب كنا لا نصعد القوه، لا نضرب القوه باي فاكتور ولا اي معامل، كنا ندخلها بقيمتها لكن نخفض
نقوم بعمل ريدكشن لقيمة الإجهادات. انه كما ذكرنا الآن أن الإف إس كانت ماذا تساوي؟ ما هي الإف إس ستيل المسموحة الألاوبل، طبعا هنا شباب هنا الألاوبل إف إس المسموحة، الإف سي المسموحة كانت 55% من الإف واي من الإجهاد الخضوع للحديد، والإف سي المسموحة كانت الألاوبل كانت 45% من الإف سي برايم اللي هي الكومبريسيف سترينث فور كونكريت. فهذه يعني باختصار يا احبابنا اللي كانت اللي يعرف بالاي اس دي علاوه بالسترينج ستريس ديزاين، طريقه الاجهادات المسموحه. ثم احبابنا لحقت بما يعرف هنا فولد باي لود فاكتور ديزاين، انها تبعت او لحقت لاحقا بطريقه اللود فاكتور ديزاين، اننا بما انه زادت قدرتنا على الاقتراب من فحص المواد وادراك المواد اكثر وادراك ماهيه المواد اكثر وادراك سلوك المواد اكثر وتطور علم المواد جدا، تطور علم المواد بطريقه ما شاء الله تبارك الله، استطعنا هنا يا شباب ان نثبت قيمه او نقترب من قيمه الاجهاد الحقيقي والسلوك الانشائي للمواد البيهيفير ستراكشرال بيهيفير فور ماتيريالز، استطعنا الاقتراب من هذا الموضوع. فبالتالي اختبارات المواد اصبحت واقعيه اقرب للواقع. بالتالي هنا قلنا نثبت نوعا ما ولو خفضها قليلا، يعني يوجد تخفيض ايضا للاجهادات المسموحه، يوجد تخفيض اخواننا للاجهادات المسموحه، تخفيض ضمني يدخل ضمنيا المعادلات، حيث انه بالكود على ما اعتقد البريطاني انه كنا نقول اف واي على ما اذكر يعني لست متذكرا على 1.05 هكذا كنا نخفض على ما تذكر، كنا نقول اف سي كيوبيك على سي كيوب على الكود البريطاني ايضا 1.15 تمام احبابنا، هذا اللي ما اذكره. وهو جميع هالاشكال من اشكال التخفيضات، لكنها ليست تخفيضات كما قلنا انه انا استعمل 50% او 45% من الاجهاد. وهنا طبعا نصاعد الحمولات نضربها بفاكتور، هذا اللي قلنا 1.4 1.6. لكن في ثمانينات القرن دخلت طريقة الـ RFD وأخذت تتوسع وأخذت يعني تقبل بطريقة يعني بتقبل أكثر وعلى نطاق واسع لدى المهندسين والمصممين. تمام، هنا يا شباب نتحدث ونرغب عنه موضوع أيضا من كتاب نرنادة كما ذكرنا أنه هو هذا المرجع، وهذه الفقرات جميعها أنا أخذتها من كتاب نرنادة لأني قرأته ونحاول للتوضيح. ونعتذر إخواننا أنه في المحاضرة الأولى ربما جزء من المحاضرة الثانية سيكون هناك بعض الملل، لأن الجزء النظري دائما بالهندسة كما جميعنا نعلم أنه ممل نوعا ما، لكنه أساسي للفهم، أنه أساسي للفهم ويسهل علينا لاحقا إن شاء الله، يعني سيسهل علينا إن شاء الله الكثير كثير من الأمور لاحقا بإذن الله. ما زلنا أحبابنا في موضوع فلسفة التصميم الإنشائي، أكد فقط من التسجيل سامحوني أنا مبتدأ بالموضوع. نعود للباوربوينت وبعض طبعا شباب أحبابنا دائما فلسفة التصميم الإنشائي هو مذكورة بوضوح تام، The foundation of design في فلسفة التصميم is known of stress strain relationship of the material. هي معرفة العلاقة بين stress strain بين الإجهاد والانفعال أو الإجهاد والانتقال القليل جدا ويسمى الانفعال أو الانتقال القليل جدا للمادة of the materials. هذه فقرة مهمة جدا يا أحبابنا نفهمها تماما، أنه التصميم الإنشائي هذا هو أساسه هذه الفقرة. تمام، أي باختصار شديد يعني هو باختصار شديد انه انا كلما اقتربت من فهم السلوك الانشائي للماده وتطورت الابحاث للماده فانا اقترب من التصميم الافضل والتصميم الاقتصادي والتصميم الامثل والى ما هنالك من هذه المصطلحات. بالتالي تطورت من اي اس دي الى اف دي الى ار اف دي مستقبلا، يعني اتمنى نتطور اكثر ان شاء الله، واتمنى يكون لنا نحن كمهندسين عرب اسهامات في الموضوع، مع انه للاسف يعني حقيقه اغلب يعني
كتب التصميم المعتبرة حقيقة والموثوقة هي ليست عربية للأسف الشديد. بالعودة إلى شباب إلى موضوعنا هنا، نقول unless other mentioned، يعني the following assumption are implied، يعني شباب الافتراضات التالية، افتراضات تالية لمواصفات المواد لابد أن تكون هي هذه الافتراضات التالية ضمن فلسفة التصميم، إنه الماتيريال is homogeneous أو متجانسة isotropic، and الماتيريال هاي أهم نقطة أحبابنا، هذه أهم نقطة، الماتيريال is Hawkian بمعنى أنها تخضع it obeys Hawk's laws، Hawk's law أنها تخضع لقانون هوك، تخضع لقانون هوك بما معناه أنه linear elastic، أنها مرنة خطيا. طبقنا قوة يا شباب، حدث هناك تشوه، ما يعرف التشوه، أزلنا القوة يعود التشوه، يذهب التشوه، تعود المادة لوضعها الأصلي، هذا هو أكله. أي هذا المخطط شباب نذكره تماما، strain stress، نصمم في هذه المنطقة تحديدا كي نضمن نفسنا نحن فيه قانون هوك في هذه المنطقة، لا نخرج عن هذه المنطقة، لا ندخل في هذه المنطقة، لا ندخل في هذه المنطقة، هذه المنطقة نعم يوجد تصميم ستيل في هذه المنطقة، تصميم الستيل وليس reinforced concrete. تمام يا شباب، تصميم الستيل ربما ندخل في هذه المنطقة، لكن تصميم الخرسانة مسلحة لا، نحن فقط في هذه المنطقة، نعود ونكرر نحن في هذه المنطقة التي للمنطقة خطية أو التي تخطأ لقانون هوك، قانون هوك له علاقة خطية. تمام يا أحبابنا، إن شاء الله طبعا نستمر في شرح الفلسفة التصميمية. قلنا يا أحباب أنه طبعا يذكر أنه الـ ASD لا تتعرف شباب على الاختلافات، على المتغيرات المختلفة وعلى الأنواع المختلفة من الحمولات، وهذا ما يقوله هو ASD، وهو حقيقة طبعا الألاوبل وهذه المعادلات المعروفة شباب اللي كنا نقول الـ FM نتذكرها، طبعا الـ FL كما قلنا عنها اللي كانت تساوي 0.55 بالنسبة لـ Steel، 0.45 بالنسبة للخرسانة. نستمر ثم الـ FD الذي يعني نعرفها نوعا ما معتدين عليها، أنا نقوم بتصعيد، تصعيد الحمولات والمقاومة الإسمية نخفضها طبعا بمقدار فاي، لاحقا نستمر إن شاء الله نتحدث عن الفاي Strength Reduction Factor اللي هو معامل تخفيض المقاومة أو معامل تخفيض المتانة. لكن شباب هنا لديكم ملاحظة أساسية، الـ FD أنه المقاومة والحمولات لا يمكن اعتبارهم في آن واحد، لا يمكن اعتبارهم في آن واحد. الآن إن شاء الله مع شرح الـ RFD يتوضح هذه الفكرة أكثر. بالدخول أحبابنا إلى الـ RFD، الـ RFD طبعا يعني أثبتت أنها هي أفضل، وهي طبعا ليست يعني ليست بتأتي من الفراغ، وهي لا هي مرتبطة طبعا قبلها بالـ FD ومرتبطة بالـ ASD، يعني مرتبطين بعض التطور الطبيعي، التطور المنهجي للمواضيع، يعني تطور طبيعي، وهذه هي العلاقة الأساسية موجودة بالكود، طبعا ستجدها موجودة بالكود، نجدها الآن إن فتحنا الكود. طبعا الكود يا أحبابنا مش شارح التطور، يعني لم يقم بشرح التطور والتدرج الذي حدث، بل هو يبدأ من شرح الفلسفة التصميمية، هنا هي الديزاين فيلسوفي بدأ بشرح هذه الفلسفة التصميمية والليمت ستيتس، تمام، حدود القصوى مسمى الحدود العظمى وحدود القصوى على ما هنالك، وطبعا يعطينا قيمة الفاي، تمام، لاحقا طبعا نشرى قيمة الفاي أكثر وأكثر وأكثر، وهي علاقتها الأساسية ها هي جاما كيو less than or equal فاي ار ان، الكيو لود افكت القوة المطبقة، جاما لود فاكتور، الار كومبوننت ريزيستنس، كومبوننت ريزيستنس المقاومة المركبة، يعني شباب الريزيستنس فاكتور، فاير ريزيستنس فاكتور، او بالنسبه للار مقاومه المكونات ومقاومه المركبات او المركبه، اما ليست موضوع يعني جوهري بغض النظر عن الترجمه او الاسم. طبعا احبابنا نفس العمليه، نفس القضيه تقريبا، نفس الشرح الماضي، ويقول لك انه هنا بعض يعني ما زلنا نقول انه بعض مثلا الـ ASD لم تلغى تماما أحبابنا، يعني لم تلغى تماما،
وخصوصا يذكر some designers used this method for designing fluid containing structures. تمام يا شباب، انه بعض محتويات السوائل او مستوعبات السوائل، منشآت مستوعبة للسوائل كالخزانات and various sanitary structures، وبعض صار منشآت الصرف الصحي ولا ما هنالك، لابد ان نستخدم معها الـ ASD، وليس لابد، الافضل نستخدم معها الـ ASD because low levels of allowable stress used in design keep cracking and subsequent leakage under control. انا شباب المستويات القليله جدا، المستويات القليله من الاجهادات المسموحه، لان قلات الاجهادات، قلات الاجهادات المسموحه تماما، تبقي دائما التشققات والليكج under control، تحت التحكم تمام وتحت المراقبة، ولا لسنا بحاجة إلى دراسة الإجهادات مرة أخرى ودراسة التشققات مرة أخرى. تمام. لكن يا شباب، لكن يا شباب أن أوبجيكتيف ذات، إنه هذا نفسه كان أولسو بي أشفت، كان يمكن تحقيقه أيضا، هذا الهدف الذي يجعلنا نبقي الكراكنج الليكج عندنا الكنترول، ممكن تحقيقه باستخدام سترينج ديزاين and making proper use of crack control provision and the strength من method as well. أنه ممكن استخدمها ونقوم بعمل proper use، يعني لابد أن نقوم بعمل دراسة crack control، يعني لابد أن نقوم بعمل دراستين باختصار شديد. هنا أحبابنا يقول لنا أن both wood and masonry structures including bridges H2 2012 has historically been designed based on ASD philosophies. Or to both wood structure and bridges can also be designed according to RFD. لاحقا ان شاء الله سنرى هذا الموضوع. يا شباب توضيح لل RFD. لل RFD احبابنا مرتبطة بعلم الاحصاء. تمام؟ والمتغيرات. فبالتالي هنا يشرح لنا انه في حالة لدينا عينات من 100 طالب. ال 100 طالب اخذنا اوزانهم. تمام، 100 طالب اخذنا اوزانهم وكان لدينا الجدول التالي، الوزن وعدد مرات تكرار الوزن، عدد مرات السامبلز، لدينا مفهوم الافرج شباب الوسطي او المعدل، والاس تي ديفيشن اللي هو الستاندرد ديفيشن اللي هو الانحراف المعياري، الانحراف المعياري. طبعا لدينا قانون الوسطي اللي هو عدد العينه المجموع على العدد يعطينا المين، والسيجما ستاندرد ديفيشن له قانون. نذهب إلى منحى التوزيع الطبيعي إذا تذكرناه شباب، ونضع عليه نتائجنا، نضع عليه النتائج، نرقم من الأوزان من أقل وزن لأعلى وزن، ونضع لكل وزن تكراره على تكراراته. تمام. وهذه المسافة، هذه المسافة فقط للتأكيد هي بعيدا، بعيدا عن المسافة عفوا، يمكن أنا هنا لدي لبس في الموضوع، بعيدا نرسم أحبابنا من خلال المعطيات التي لدينا منحنى التوزيع الطبيعي. من منحنى التوزيع الطبيعي لاحظ أن أكثر عدد، وهو طبعا طبيعي يعني إذا عدنا للجدول الذي يسبقه، أكبر عدد عينات لماذا؟ لأي وزن؟ لاحظ 180 كيلو، 180 كيلو جرام وال 170 كيلو جرام، هذا منحنى التوزيع الطبيعي 180 كيلو جرام وال 170 كيلو جرام. لاحظ يا احبابنا توزيعها هي اعلى، اعلى او قمه منحنى التوزيع الطبيعي. تمام. هنا طبعا يا احبابنا لمثال اخر، هذا المثال طبعا نجده في كتابنا بنادى، نفس التسلسل لكن لمقاومه شد حبل، انه لدينا حبل روب قاموا بشده والى ما هنالك، طبعا الكيو افترض ان تكون اقل من الريزيستنس، القوة المطبقة اقل من المقاومة، هذا واضح. ورسم المنحنى الطبيعي للكيو، ورسم المنحنى الطبيعي للار ريزيستنس، هنا رسمهم، وتوضحت لدينا هنا يا شباب هذا الموضوع، ان هذه النقطة فيلر، نقطة التقاطع. لماذا؟ لانه هنا دائما الكيو اعلى من الار، فبالتالي هذا خطأ. دائما انا منطقة النجاح هي هذه المنطقة باستثناء منطقة الانتر اكشن، منطقة التداخل او الانترسكشن او سميها ما شئت، التداخل ما بينهما لا نريده، وهي منطقة فيلر لا نريدها اطلاقا، وتعتبر منطقة فشل، منطقة لا نجاح في هذا الموضوع.
وبالاستمرار احبابنا هنا بعض النتائج ووضع طبعا وضع المخطط مخطط واحد واستثنى منطقة ماذا الفيلر. وضع انه هاي المنطقة هي منطقة نجاح التصميم. هنا التصميم ينجح يعني هي وماذا ما الذي فعله بالعودة الى الخطط الذي يسبقه هنا. اتى وضع هذا الخط هنا او حتى هنا نعم واستثنى منطقة الفيلر وهذه المنطقة هذه لا ينجح فيها التصميم. هذه المنطقة التي ينجح فيها التصميم. كل مقاومة عالية أعلى من القوة دائما هي هذه المنطقة التي ينجح فيها التصميم. تمام حبابنا وقام بوضعها طبعا في منحني لوحدها هنا هنا في هذه المنطقة واستثنى منطقة الفيلر كما قلنا منطقة الفشل. أيضا يا أخوان يعني ننوه هنا عن الاعتذار حقيقة للموضوع الممل الذي هو جزء نظري، لكن أتمنى أن نكون يعني ولو توضحنا فكرة الـ RFD أو استوضحناها قليلا أنها تكرارية عالية. وثم شباب أنا أنصح بقراءة مفهوم Reliability Index أو معامل موثوقية. هذا معامل موثوقية أحبابنا له علاقة بعدد التكرارات، أنه كل ما زادت مرات القوة المطبقة أو القوة المطبقة وإلى ما هنالك التجارب والتطور الزمني و يظهر لدينا هذه المفاهيم أنه كل ما زاد عمل موثوقية كل ما كانت احتمالية الفشل أقل. كل ما قل عمل موثوقية احتمالية الفشل تزيد. شوف يا أخواننا شايفينها يا أحبابنا. فبالتالي أحبابنا تترك طبعا لأخواننا القراء أن يستمروا بالمواضيع هذه. وطبعا موجودة حتى هذه في الأشتو، يعني هذه موجود بالأشتو أنه في الأشتو سيعطينا أنه ضمنيا إذا اتبعنا توصيات الأشتو وقوى الأشتو وطرق التحليل الإنشائي للأشتو سيكون لدينا معامل موثوقية في السوبر سب ستركشر عالي 3.5 3.5 ممتاز، وفي الفاونديشن 2.5. هذا شيء طبعا عالي جدا وشيء جيد جدا. وأيضا ليس فقط الأشتو، أيضا في الكود AISC هو كود المواد الأمريكي يعني أو كود الستيل أمريكان، أتصور هي جمعية الستيل أو جمعية تصميم الستيل، أنه في المنبر كذا وفي كونكشنز. طبعا في الستيل أحبابنا يقتضي التنويه هنا أنه أهم عناصر بالستيل هي الكونكشنز، أهم عناصر وهي بحاجة عناية خاصة عند التصميم. تالي نجد أنه مع موثوقيتها عالي. هذه طبعا حالات تصميم يا أحبابنا، لايف لود أور سنو ليد لايف ويند ليد إيرث كويك، حالات لا علينا فقط هو للتوضيح. هنا طبعا هذا يا احبابنا مذكور في الكود، موجود في الكود الاشتو نجده هذا الشكل تماما بالاشتو. وفقط للتوضيح احبابنا نعود ونذكر انه هو الموضوع يعني ليس موضوع يعني واننا نحفظ فقط ونعيد الكلام ولا ما هنالك، فقط لمحاوله التوضيح. طبعا هو في الجزء الثاني موجود او الشكل الذي نراه هنا، لا ليس في الجزء الثاني، في الجزء الثالث نراه لاحقا ان شاء الله، نراه لاحقا. هنا طبعا معاملات الريزستنس فاكتور ما يعرف بالفاي له علاقه طبعا بالبيتا ريليابيلتي اندكس، وله علاقه بالمين فاليو اوف ار من فاليو اوف ار وبعيدا. هنا طبعا تقسيمات الاشتو التي تحدثنا عنها. هنا المدخل، هنا احبابنا نتحدث الان أخذ أتابع التسجيل. أتمنى أن نكمل ساعة إن شاء الله سوية ثم نوقف التسجيل إن شاء الله. هنا أحببنا نعود إلى Limit States، هي هاي الموجودة في الأشتو. لدينا أربع تراكيب أساسية: حد السيرفس، سيرفس Limit State، Strength Limit State، Extreme Event Limit State، Fatigue Limit State. وكل واحدة منها لها بعض التراكيب الأخرى الغير الفرعية. السيرفيس deal with restrictions on stress deformation and crack. هنا طبعا السيرفيس يا شباب تستعمل لدراسة الكراك، نذكرها اللي هو deformation تشوهات وإلى ما هنالك. أنت to ensure that the bridge performs acceptably during the design life.
السترينج هو طبعا احبابنا اللي هي الاساسيه اللي كنا من خلالها نصاعد الحمولات، اللي تذكرون يعني كنا نقول انه مثلا هنا على سبيل المثال 1.25 الديد لود. طبعا هنا يا احبابنا لا يوجد مفهوم الديد لود، ولا ليس لا يوجد نفس المفهوم، لكن هنا استبدل مفهوم البيرمننت لود والترانزنت لود، الحمولات الدائمه والحمولات العابره. نتحدث عنها في وقتها ان شاء الله. والاكستريم ايفنت يا احبابنا، هنا طبعا اكستريم ايفنت الايرثكويك الفايك كولج انه استدعام المركبات يا احبابنا، لما تاتي مركبه مثلا او الفايك استدعام المركبات او حتى استدعام السفن. استلام السفن هنا كمان أساسية، والآيس فلو والفاونديشن سكور سكور طبعا شباب الفاونديشن سكورينج هنا يعني مهمة جدا انتباه لها ولطرق معالجتها، وهي مذكورة بالآشتو. ليس فقط في هذا الآشتو، أيضا في آشتو الآشتو الأساسي، هذا آشتو تصميم الطرق، هذاك الآشتو مواصفات الطرق، هذاك طبعا ضخم وهي مذكورة فيه وهي أساسية أيضا، مثل بعض الوسائل الحماية مثل ما يعرف بالجابيون والرصف، الرصف حتى مستوى الاساسات وعمليات الكومباكشن الجيده، جميعها تساعد على تقليل من الفاونديشن سكاورينج. يعني احيانا ابدا يكون تصميم تماما 100% ومكتمل الاركان ومعتمد على الاشتو ومتتبع للطرق المنطقيه والتسلسل الحقيقي وخبرات رائعه وتنفيذ رائع، لكن لا يتم الانتباه وليس لا يتم الانتباه، يفاجأ الإنسان موضوع السكاورينج. بالتالي لابد، أو بعض الإخوة بعض الشركات للأسف بعض المقاولين يهمله، يقول لك لا يوجد سيل، وتاريخيا هذه المنطقة لا يوجد فيها سيول، لا يوجد فيها فلويد، ولا يوجد فيها ستورم، ولا يوجد فيها إلى ما هنالك، لكن يفاجأ بوجود أنه ربما مرة كل كذا عام كل كذا سنة، وتؤدي إلى موضوع السكاورينج أو يسمى بالنحر، النحر أو الحد القوي جدا، والذي يؤدي يعني إلى كارثة حقيقية بموضوع الجسور الخرسانية أو الكبائر الخرسانية. الفتيق ليميت ستيت أحبابنا deals with restriction on stress range under regular service conditions related to the number of expected cycles. هنا حبيبي طبعا أحبابنا يعني الفتيق يعتمد على الـ expected cycles، على عدد مرات أو دورات الحمولة، مرة الانتقالات، وهو هذا مفهوم يعني وجدناه وأذكره أنا حقيقة أيام الدراسة الجامعية، مفهوم في الريلوي ديزاين، الفتيق أو يسمى الكلال أو التعب، كنا نسميه التعب نعم أو الكلال. طبعا حاولنا هنا شرح موضوع أنه الكيو مجموع الان اي جاما اي كيو اي لود فاكتور لود افكت لود موديفاير. اللود موديفاير شباب يعني هو يترك للقارئ، يترك القارئ، لكن دائما سنعتبره يساوي واحد، له علاقة بالريدلانسي ما يسمى بالتكرار أو التناوب الحمولات داكتيليتي، وله الأوبريشنال إمبورتنس الأهمية التشغيلية. دائما الأهمية التشغيلية أحبابنا نعتبرها واحد، والNR نعتبره واحد، والND داكتيليتي نعتبره واحد، إذا فهي الNI دائما واحد. هنا دائما نقول انه نحن نعتبرها واحد، هذا يعني تصميم مقبول ان الاي هنا دائما واحد، دائما تساوي الواحد. تمام يا اخوان، هي محصوره بين 95% والواحد، يعني لا يوجد المجال كما يقال يعني، فدائما نعتبرها واحد. تمام احبابنا، يعني كي نقول ولا نخرج موضوع أنها طبعا هو طبعا أيضا ليس صعب أن نقول أنه ربما مثلا proportional importance أنه يوجد مثلا جسور أهمية تشغيلية لها أعلى من جسور، جسور أنا لا أريد أن تخرج خارج الخدمة عند مثلا الإكستريم إيفنت عند الأرثكويك، أريدها طبعا مثلا جسور عسكرية أهم أحيانا، وهذه الجسور مثلا داخل المدن الرئيسية أهم من جسور في مدن أخرى، مدن غير رئيسية أو في ريف، فهذه القضية يا شباب. بالتالي لا، نحن نعتبرها دائما واحد. ثم أحبابنا ندخل بالشابتر أو القسم الثاني. القسم الثاني كي لا يطيل الفيديو نتوقف أحبابنا هنا، وإن شاء الله نكمل المحاضرة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله نراكم على خير إن شاء الله.